او بتكون عايز تحققها بتقول بعديها ان شاء الله. فان شاء الله تحقق كل اللي انت نفسك فيه مع النادي الاهلي او مع منتخب مالي، ودي حاجه يعني طيبه وشعور جيد ان احنا بيكون عندنا ثقه وايمان بالصفقات اللي النادي الاهلي بيتعاقد معاها، واحنا كلنا واثقين ان انت في اول يوم كنت موجود فيه وكنت قدام دولاب البطولات، بطوله الدوري، بطوله افريقيا، اعتقد ده زود الحافز عند ديانج. Bien sûr, quand tu vois les grands noms, طبعا شعور لا يوصف ان التواجد في النادي الاهلي ورؤيه الاسماء الكبيره والالقاب العديده اللي شفتها في اول يوم حاجه حمستني جدا لبذل اكثر جهد ممكن، واني طبعا اكون لي مكان في النادي الاهلي كبير واساهم في القاب في الخمس سنين القادمين. اليو، اختيارك لفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا وانا بسالك عن البطولات والطموحات، قلت لي انا عايز افوز مع النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا، هل انت شايف بطوله افريقيا مع النادي الاهلي ليها طعم مختلف وليها مذاق مختلف عن اي بطوله اخرى، وممكن تكون دي الحلم اللي ديانج بيفكر فيه منذ بدايته في عالم كره القدم انه يفوز بلقب اغلى بطوله في افريقيا على صعيد الانديه، ومن خلال البطوله يكون موجود في اغلى واقوى بطوله بيشارك فيها الانديه وهي كاس العالم للانديه؟ بالطبع ده حلم لاي لاعب افريقي انه يفوز ببطوله افريقيا، حلم لاي حد، وانه طبعا كده هيدون اسمه في تاريخ افريقيا.